السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم عن الجزء الثاني من المحاضرة إن شاء الله، هو الفرونت أوف ذا ساين. طبعا زي ما متعودين في أي ريجون بنقول الكوتينيوس انرفيشن، مش هنقول طبعا بالتفصيل. عايزك بس تعرف ان على الميديال سايد اوف ذا ساي ده دايما بيبقى ال واحد وال اتنين دايما هنا، عشان لو في بين ولا حاجه في الميديال سايد اوف ذا ساي تعرف ان هو بيتنقل من لمبر واحد واتنين. ان انا عندي فيه ثلاث انواع من الكوتينيوس انيربيشن، ثلاث اعصاب: ميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، وانترميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. والباك بيجيله من البوستيريو كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي دوت. ان جنرال ان في عصب بيجي من الفيمورال نيرف بيغذي الميديال سايد اوف ذا ليج اللي هو عباره عن السافينس نيرف. ده كده باختصار المطلوب منك في الكوتينيوس انرفيشن. بالنسبه لي دي فاشيا اوف ذا ساي، اللور ليمب بتبقى سراوند باي ست دي فاشيا. دي فاشيا محترمه جدا، بنسميها فاشيا لاتا. يبقى اللور ليمب كلها اللي كلها على بعضها، الساي كلها على بعضها ملفوفه بفاشيا اسمها فاشيا لاتا. الفاشيا دي بتيجي على اللاترال سايد ويحصل لها سيكلينج وتعمل اليوتيبيال تراكت. يبقى اليوتيبيال تراكت ده سيكلينج في الديب فاشيا على اللاترال سايد اوف ذا ساي، يمتد زي ما قلنا من الاليوم للتيبيا من غير تفاصيل. بيعمل فيه انسرشن عضلتين خدناهم في الجلوتيال ريجون اللي هم جلوتياس ماكسيموس وتنسور فاشيا لاتا، يعملوا فيهم ايه انسيرشن. وقلنا اهميه الاليوتيبيال تراكت انه يعمل سبورت للبلبس وسبورت للني جوينت بس كده. الميديال سايد بتاع الساي الفاشيا فيه بتبقى سن شويه، ومش بس سن، بتبقى كمان فيها فتحه، فيها اوبننج بسميها سافينس اوبننج. ايه الاوبننج ديت؟ دي عباره عن اوبننج موجوده في الديب فاشيا بسميها سافنس اوبننج. بسبب ايه اللي خلى يبقى فيه هنا في فتحه؟ وجود سبب الفتحه ايه؟ ان في عندي فين اللي هو بقول عليه سوبرفيشال فين، بيبقى جاي ده اكبر فين موجود في اللور ليمب بيمشي في السوبرفيشال فاشي، اسمه جريد سافنس فين. نعرف بس اسمه جريد سافنس فين. الفين ده في النهايه لازم يصب في فين تاني اللي هو هيروح يصب في الفيمورال فين، فهو ماشي في السوبرفيشال فاشيا. هيعمل ايه؟ هيعمل بيرس للديب فاشيا عند السافينس اوبننج ويدخل يروح يفتح في الفيمورال فين. يبقى سافينس اوبننج دي عباره عن اوبننج فتحه في ديب فاشيا موجوده على الميديال سايد اوف ذا ساي. بيرس باي ايه؟ تعرف لي بس هي مين اللي بيعدي جوه الاوبننج دي بس، يعني تعرف ان هي اوبننج في الديب فاشيا واللي بيعمل لها بيرس بعض الاستراكشرز زي ايه؟ من غير تفاصيل. اول حاجه الجريد صافي نصبين، جريد صافي نصبين ده اول حاجه بيعمل بيرس للديب فاشيا ويصب في الفيمورال فين. تاني حاجه بيطلع من الفيمورال ارتري، الفيمورال ارتري ده موجود ديب، بيطلع منه ثلاثه برانشز يروحوا للانجواينال ريجو بسميهم سوبرفيشال انجواينال ارتس. رابع حاجه بيبقى او ثالث حاجه عندي اللي هي الليمفاتكس. يبقى في عندي هنا ثلاث ستراكشرز بيعملوا بيرس لسافينس اوبننج، دول اللي تعرفهم كويس جدا. جليد سافينس فين بيدخل، ثري سوبرفيشال انجواينال ارتس بتاعت الفيمورال ارتري بتخرج، قول عليهم كده سوبرفيشال انجواينال ارتس وخلاص. يبقى في جليد سافينس فين، سوبرفيشال انجوينال ارتريز، ثالث حاجه ليمفاتكس جايه من السوبرفيشال ورايحه للدي. سوبرفيشال ليمف نود انجوينال ليمف نود بتعمل بيرس عشان تصب في الديب انجوينال ليمف نود بس كده. ديت المطلوب مني في السافنس اوبننج، اعرف مكانها فين، اعرف ايه الحاجات اللي بتعمل لها بيرس بتعدي من خلال السافنس اوبننج عشان توصل للديب. الساي الفاشيا بتدخل تقسم زي ما احنا متعودين، بتقسم الايه الصاي هتقسمه ل ثلاث كومبارتمنت. قدام الفيمر ده الانتيريور كومبارتمنت
وفي عندي ميديال كومبارتمنت وبوستيرور كومبارتمنت من غير تفاصيل. يبقى هنا الصاي مقسوم ل3 كومبارتمنت، انتيريور وميديال وبوستيرور. الانتيريور تعرف ان المين نيرف سبلاي بتاعه هو الفيمورال نيرف. طيب البوستيريور المين نيرف سبلاي بتاعه هيبقى عباره عن الايه؟ السياتيك نيرف. الميديال المين نيرف سبلاي بتاعه هو الاوبتيوريتور نيرف. يبقى كده كملخص انا عندي في الصاي كلها على بعضها 3 كومبارتمنت. انتيريور كومبارتمنت المين نيرف سبلاي بتاعه هيبقى الفيمورال نيرف، بوستيريور كومبارتمنت النيرف سبلاي بتاعه هيبقى السياتيك نيرف، ميديال كومبارتمنت النيرف سبلاي بتاعه هيبقى الاوبتيوريتور نيرف. هنبدا اول حاجه ب الفرونت اوف ذا ساي اللي هي الانتيريور كومبارتمنت. في الانتيريور كومبارتمنت بنتكلم على 3 عضلات فقط اللي هنتكلم عليهم، اللي هما مين؟ بيكتينيوس، سارتوريوس، والكوادريسبس. بس الكوادريسبس دي اسمها كوادريسبس، يعني عضله ليها 4 رؤوس، فهي عباره عن 4 عضلات في بعض متجمعين في ايه؟ في عضله واحده. هنتكلم اول حاجه عن البيكتينيوس. طبعا زي احنا متعودين الاوريجين والانسرشن مش مطالب بيه نظري، الاوريجين والانسرشن بنقوله علشان تفهم الاكشن بتاع العضل، المطالب بيه بس هو الاكشن والنيرف سبلاي. في النظري مطالبين فقط بالاكشن والنيرف سبلاي بتاع العضله فقط لا غير. بالنسبه للاجزاء اللي انا بشرحها، البيكتينيوس عندي هي واخده منين؟ دي واخده من البيوبيكريموس، من البيكتينيال لاين على البيوبيكريموس، ورايحه تمسك في اللينيا اسبرا. اللينيا اسبرا ده خط ثيك لاين موجود في البوسيرو سيرفيس اوف ذا شافت اوف ذا فيمر. هي تاخد في الاور، بتعمل انسرشن في الاور بارت. يبقى هي ماشيه كده جايه من البيوبيك بون رايحه للفيمر، تمام؟ يبقى لو شديتها هتعمل ايه؟ لو شديتها هتقوم عامله لي ايه؟ فليكشن للصاي، وتعمل لي كمان ايه؟ ادكشن للصاي. النيرف سبلاي بتاعها بيجي لها منين؟ احنا قلنا الانتيرو كومبارتمنت كله هيجي له من الفيمورال نيرف، خلاص. يبقى هنا الاساس كل معظم هيجي له منين؟ هيجي له من الفيمورال نيرف من غير تفاصيل، تمام؟ فهنا البيكتينياس بتعمل ايه؟ اهي شايفين هتشد الصاي، تعمل ادكشن وتعمل فليكشن للهيب جوينت. ده المين اكشن بتاعها، نيرف سبلاي عباره عن الفيمورال نيرف. تاني عضلة عندي اسمها سارتوريس. السارتوريس ديت شوفوا بقى جاية منين، نركز عشان الأكشن بتاعها. دي واخدة من الأنتيرو سوبيريو إلياك سباين من فوق، تمام؟ يبقى هي هتعدي كمان، هي هتعدي على الهيب جوينت أهي، وتقوم لفة جاية من اللاترال. الأنتيرو سوبيريو إلياك سباين موجود لاترال، تمام؟ هتقوم لفة كده ورايحة للميديال سايد، تمشي على الميديال سايد. يبقى هي جاية من اللاترال رايحة للميديال، وما تمسكش في الفيمر، هي جايه من الهيب بون، جايه من الانتيريو سوبيريو اليك سباين، وعدت على الفيمر كده ما مسكتش فيها، وقامت معديه على الني جوينت، وقامت ماسكه في الابر سيرفيس، في الابر بارت اوف ذا ميديال سيرفيس اوف ذا تيبي. هي جايه من الانتيريو سوبيريو اليك سباين ورايحه مسكت في مين؟ راحت مسكت في التيبي. بيجي لها نيرف سبلاي طبعا من الفيمورال نيرف. طب ايه الاكشن بتاعها بقى؟ شوف الاكشن بتاعها هتعمل ايه؟ هي دلوقتي عدت على كام جوينت؟ عدت على 2، على الهيب جوينت وعلى الني جوينت. عدت على الهيب جوينت من قدام، صح؟ يبقى تعمل ايه؟ وهي جايه من اللاترال، لاترال للميديال، يبقى لما تشده تشده لبره، يبقى هتعمل ابدكشن اوف ذا هيب جوينت، وتعمل فليكشن اوف ذا هيب جوينت، وتعمل لاترال روتيشن للهيب جوينت، تمام؟ طيب يبقى بالنسبه للهيب جوينت، هي جايه اهي العضله اللي هي جايه اهيت، جايه من الانتيرو سوبيريور سباين رايحه لاترال، لما اجي اشدها تشد البر، يبقى تعمل فليكشن والقدام، تعمل فليكشن اوف ذا هيب، تعمل ابدكشن للهيب، وتعمل كمان لاترال روتيشن. طيب كمان هنا بقى، طيب على الني جوينت، لما اجي اشدها وتعمل على الني جوينت عليها كمان، هي كمان تعمل فليكشن اهو، اشدها انا لما جيت اشدها كده هتعمل لي فليكشن كمان للني جوينت، وكمان تعمل ميديا روتيشن. طيب ايه الحركه
تبدأ تلف هي ماسكة أي عضلة تمسك في التيبيا من الميديال، تعمل ميديال روتيشن للإيه للني جوينت. طبعا احنا ما بنقدرش نعمل روتيشن للني جوينت غير لما اعمل له فليكشن، اثناء الاكستنشن ما بقدرش اعمل له اي روتيشن، بس المعلومه تبقى عندنا. السارتوريوس دي كمان يبقى هي بتعمل ايه الحركه اللي بتعملها؟ بتعمل اللي هي الكروس ليج بوزيشن، يعني انت تقعد حاطط رجل على رجل. السارتوريوس ده الاكشن بتاعها، انت قاعد كده تحط رجل على رجل، مين اللي يعمل لك الاكشن ده؟ هي مين؟ السارتوريوس. اذا اللي هو الكروس، يبقى هي بتعمل ايه؟ اللي هو الكروس ليج بوزيشن، مسؤوله عن الكروس ليج بوزيشن. لو وصفت الكروس ليج بوزيشن اللي هو عباره عن بيحصل فليكشن للهيب، ابدكشن للهيب، لاترال روتيشن، عامل كده فليكشن وابدكشن لاترال روتيشن، وكمان عامل ايه فليكشن للني، وعامل لها ايه ولففها ميديا، عامل لها ميديا روتيشن. يبقى انت كده عملت اللي هو الكروس ليج بوزيشن، اللي هو وضع الخياط اللي كان بيخيط بايده يدوي كده، كان بيقعد نفس القاعده دي، عشان كده سموها سارتوريس، لان هي بتشتغل الخياط بيستخدمها على طول عشان يعمل الخياط اللي بتاع زمان كان بيخيط على ايده، كان بيقعد نفس القعده دي، عشان كده قالوا عليها ان هي ايه سارتوريس. تمام، اذا خدنا عضلتين من الفرونت، فاضل لنا اخر عضله اللي هي الكوادريسبس فيموريس، وديت المين ماسل اللي بتعمل اكستنشن اوف ذا ني. لما تسمع الكوادريسبس يبقى دي العضله اللي بتعمل اكستنشن للني جوينت. وكلمه كوادريسبس يعني ايه؟ يعني هي عضله ليها اربع رؤوس، يعني جايه من اربعه اوريجين، وكلهم هيتجمعوا ويعملوا انسيشن في مكان واحد فقط، اللي هو الكوادريسبس تبدو. الاجزاء دي عباره عن ايه؟ ريكتس فيموريس وثلاثه فاستاي، فاستس لاتراليس، فاستس ميدياليس، وفاستس انترميديس. حلوه الاسماء دي. اول حاجه الريكتس فيموريس هي اللي شاذة عنهم شويه، من كده اسمها مختلف عنه. دي بتاخد منين؟ دي بتاخد من الانتيرير انفيرير اليك سباين. يبقى السارتوريوس واخده من الانتيرير سوبيريور اليك سباين، لكن الريكتس فيموريس واخده من الانتيرير انفيرير اليك سباين. نحب نجيب الحاجات دي في العملي، خلي بالك الانتيرير سوبيريور اليك سباين ده تبع مين، والانتيرير انفيرير اليك سباين مين اللي بيمسك فيه. فالانتيرير انفيرير اليك سباين ده الـ origin of rectus femoris. هي لها هيد واحدة؟ لا، ده لها two head. الـ rectus femoris لها two origin، عدد جزئين، واحدة جاية من anterior inferior iliac spine، وهيد تانية واخدة من جروف فوق الأسيتابلوم. هيتحدوا الاتنين مع بعض ويروحوا يعملوا insertion في التندون المشترك اللي هنقوله دايما على طول هنا مع الكوادريسبس، اللي هو الكوادريسبس تندون، راح تعمل انسيرشن في الكوادريسبس تندون وخلاص. المين اكشن بتاع الكوادريسبس كلهم على بعض انهم بيعملوا اكستنشن اوف ذا ني، لكن الريكتس فيموريس هنزود عليها، زود عليها كده ان هي بتعمل فليكشن اوف ذا هيب، ان هي هتعمل اكستنشن للني لكن هتعمل فليكشن للايه، فليكشن للهيب جوينت، لان هي عدت على الهيب جوينت من قدام فتعمل له على طول فليكشن. نيرف سبلاي بتاعها بيجي لها برضه من الفيمورال. بعد كده في عندي ثلاثة فستاي، ثلاثة فستاي بياخدوا من الفيمر، تمام، بياخدوا من الشافت اوف ذا فيمر. من غير تفاصيل، الفاستس لاتراليس هتاخد، هنمشي هتبقى موجودة لاترال، هتاخد من الشافت اوف ذا فيمر، تمام، مش عايزة تفاصيل الاوريجين، اعرف بس ان هي تاخد من الشافت، من الانترتراكتريك لاين، ومن الشافت، ومن اللينيا اسبرا، تبقى موجوده لاترال. فاستس ميدياليس بتبقى موجوده ميديال، بتاخد من برضو الانترتراكتريك لاين، وبتاخد من اللينيا اسبرا، وبتبقى موجوده ميديال في الباقي. الفاستس انترميديس بتاخد من الشافت من قدام من النص، يبقى واحده هتبقى موجوده لاترال، واحدة تبقى موجودة ميديال، وواحدة موجودة في النص، يبقى دول التلاتة فستاي اتحدوا مع بعض في تندون كبير، ده هو عبارة عن اللي هو الكوادريسبس تندون. الكوادريسبس تندون دوت اهو بيعمل ايه؟ كل الأربعة مصل هتلاقيهم كلهم اتحدوا مع بعض وعملوا كوادريسبس تندون. التندون ده عبارة عن ايه؟ هيروح يمسك في الباتيلا،
ده عندنا هنا عظم موجودة في الفرونت اوف ذا ني جوينت سيسامويد بون. التندون بتاعها بتعمل ايه؟ بتحمي الكوادريسبس تندون ان هو يدخل ما بين الني جوينت، ما بين اجزاء الني جوينت، ما بين الفيمر والتبي، يحميه عشان ما يتحشرش جواه فبتبعده عنه. هتجيب التندون هيمسك فيها ويقوم متجمع ونازل ان فرونت اوف ويمسك في التيبيا، فهي هتبعد التندون عن الني جوينت. يبقى هي وظيفتها ان هي تبعد التندون عن الني جوينت تحميه. يبقى التندون كله هيقوم ماسك في الباتيلا ويطلع من الابيكس اوف ذا باتيلا، يطلع التندون بسميه باتيلار ليجامنت يمسك في التيبيا التبرستي. يبقى الانسرشن اوف كوادريسبس مصل هنقول كده ان هي انسرتد في الكوادريسبس تندون اللي هيمسك في الباتيلا، ومن الباتيلا هيطلع الباتيلار ليجامنت اللي هيمسك في التيبيال تيبروستي. يبقى في النهايه الانسرشن اوف كوادريسبس تندون بيبقى في التيبيال تيبروستي عن طريق الباتيلار ليجامنت. تمام. المين اكشن اوف ذا كوادريسبس هو عباره عن اكستنشن اوف ذا ني، اللي هي العضله الاساسيه اللي بتعمل اكستنشن اوف ذا ني. واثناء الاكستنشن اوف ذا ني انت ما بتقدرش تلف العظم خالص نهائي. يعني ايه؟ يعني الفيمر والتيبيا بيعتبروا كانهم عظمه واحده اثناء الاكستنشن اوف ذا ني. تمام. لا تقدر تلفهم ميديال ولا لاترال. امتى اقدر الف الني جوينت ميديال ولاترال؟ لما اعمل فليكشن الني. لكن اثناء الاكستنشن وانت واقف ثابت كده التيبيا والفيبولا كانهم عظمه واحده. الكوادريسبس كلهم يعملوا اكستنشن للني، هنزود بس على الريكتس فيمورس ان هي كمان بتعمل فليكشن للهيب. اما الفاستاي مالهمش دعوه بالهيب جوينت، خلي بالنا من النقطه دي كويس جدا. كلهم النيرف سبلاي بتاعهم بيجي لهم من الفيمورال نيرف. مين كمان بيساعد في الاكستنشن اوف ذا ني؟ البلوتياس ماكسيمس. لما نقول مين اللي بيعمل اكستنشن للني، رقم واحد الكوادريسبس، رقم اثنين الجلوتياس ماكسيموس، بتساعد عن طريق ان هي بتعمل انسيرشن في الاليوتيبيال تراكت. لما بنشد اثناء الفليكشن، لو شدينا التندون بتاع الكوادريسبس يحصل ايه؟ يحصل اكستنشن اوف ذا ني جوينت. ديت المين اكشن اوف كوادريسبس. يبقى مطلوب مني ان انا اعرف اكشن واعرف نيرف سبلاي. الاوريجين والانسيرشن بتقراه في الاول عشان تفهم الاكشن بتاع الايه، بتاع المفصل. اخر حاجه بنتكلم عليها هو عباره عن الفيمورال تراينجل. طبعا انا مش مطلوب مني في الفيمورال تراينجل غير نعرف هو موجود فين، ايه حدوده وايه الكونتنت بتاعته بدون اي تفاصيل. الفيمورال تراينجل ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ماسكولار تراينجل سبيس موجود في الابر ثيرد اوف ذا فرونت اوف ذا ثاي. تراينجل سبيس يحتوي على فيزلز ونيرفز. طب معمول من ايه تراينجل ده؟ معمول مش تراينجل يبقى مثلث، يبقى ثلاث حاجات. البيس بتاعه معمول من انجوينال ليجمنت. ميديالي حدوده معموله من مصل اسمها الادكتور لونجس، هناخدها مع الميديال سايد اوف ذا ثاي. ولاترالي معمول من السارتوريس، يبقى هو ما بين السارتوريس، الادكتور لونجس، انجوينال ليجمنت. انجوينال ليجمنت، سارتوريس، الادكتور لونجس. تمام. طيب ايه الكونتنت بتاعته؟ الكونتنت ثلاث حاجات ما ننساهمش اساسيه، لو ما عباره عن ايه؟ فيمورال فين، ترتيبهم طبعا من الميديال لللاترال. الفين الاول فيمورال فين، وبعدين فيمورال ارتري، وبعدين فيمورال نيرف. يبقى فيمورال فين، ارتري، نيرف، دي ترتيب الاستراكشرز داخل الفيمورال تراينجل. مطلوب مني باوندرز وكونتنت فقط للفيمورال تراينجل، اعرف ايه هي حدوده وهو موجود فين وايه هي الكونتنت بتاعته فقط لا غير. كده يبقى احنا خلصنا الفرونت اوف ذا ساي، ده الملخص بتاع الفرونت اوف ذا ساي، وده اللي مطلوب منك في النظر. شكرا لكم.